وفي مداخلة هاتفية بنشرة سابقة أكد الشيخ مشعل بن محمد الخليفة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني أكد أن الوزارة أنهت 21 مشروعا على مستوى المملكة خلال العام 2019. في عام 2019 تم الانتهاء من 21 مشروع، أبرزها مدرسة سمو الشيخ موزة بن محمد الخليفة الشاملة للبناء في منطقة يو، وتم تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي. وتضم المدرسة جميع المراحل الدراسية وتستوعب حوالي 1400 طالبة، كما أنه جاري العمل حاليا في تركيب ألواح الطاقة الشمسية واللي هي تعتبر أحد المبادرات لتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة. أيضا تم الانتهاء من تنفيذ مباني أكاديمية لصالح وزارة التربية والتعليم في مدرسة المحرق الابتدائية للبنات ومدرسة الرفاع القربي الابتدائية للبنات. هذه المباني تضم فصول دراسية إضافية لرفع الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس. كذلك تم الانتهاء من مركز الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة لرعاية مرضى قصيدة كلب الحنينية.